السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس جديد على قناة مدام لمياء. الدرس ديال اليوم إن شاء الله هو واحد العمل اللي بغيت نتقاسمه معكم وأنا كنخدمه. ماشي شي حاجة غتكونش زعما شي حاجة جديدة ولا المهم راه شمعة مبتكرة إن شاء الله غنديرها في هاد الجلابة اللي هي عندي ديجا قديمة وأنا بغيت نجددها إن شاء الله. خليكم ما تمشيو فين باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. الوغ انا عندي لا شتو عندي مخدومه بالبلو مارين والاحمر والابيض، لذلك ما بغيتش نخرج بزاف على هاد الالوان. اختاريت انني نبقى في لي ديغرادي ديالهم. اكيد لي بانسو ديالي غنحاول نخدم بالبانسو. ها هو عندي هنا رقم 6، غادي ناخذ الابيض ديالي. بحال اللي كتشوفوا اليوم انا غادي نخدم وصافي، يعني نخدم بلا شما ونحاول بسم الله هاد الوردة. حنا ديجا فايتين خدمناها، فقط انا غنطبقها ان شاء الله في هاد الجلابة. غير انا غادي نخدمها بلا شمع. كنتراسي المكان اللي غندير فيه الوردة. ملي كيكونوا الالوان الغامقة شوية كتدي لنا الصباغة البيضاء. انا غادي ندير غير كوش وحدة ديال الابيض، لان في هذا الرشمة كنخدمو بواحد الطبقة غليظة ديال الصباغة، لذلك ما غاديش نحتاج انني نخدم بزاف د الكوشات. فوالا هاد البلاصة اللي خليت هي ديال القلب ديال الوردة، ولكن مادام ندير الطبقة الاولى غادي نلونها حتى هي. هلا يعني درت واحد الشكل اللي هو اوفال الى حد ما، دائري الى فوالا. من الاحسن انني نخليها تنشف واحد الشي شويه باش نقدر ندير اللون ويعطيني، حيت الا درت اللون دابا غيتخلطوا ليا. مثلا درت الاحمر غيولي لي الغوز، غندير الصفر غيعطيه ليا بارد ما غاديش يبان. لذلك نحاول نخليها تنشف واحد شي شويه. نجي مثلا هنا، هنا غيكون باين لكم لما باينش. انا نكحش شويه لاباراي فوالا. بون هادي جايه بحال عاطيه وجهها لهنا، غندير وحده اخرى هنايا هكذا. يعني هاد المرحله ماشي شي حاجه اللي هي واعره، فقط كنطبق لاكوش الاولى البيضاء. انا غنديرها كامله ونعاودو نرجعو باش ما يجيش الفيديو طويل. رجعنا هنا من بعد ما طبقت اللون الابيض في الوردات، مازال ما نشفش. انا غنحاول
نشوف الرشمه اللي غادي ندير. غادي نتراسي مثلا هكذا، نديرو هنا وحيدات صغار، نديرو مثلا هنا واحد البوطون، نديرو مثلا هنا ندير واحد البوطون عاوتاني هنا، نزيدو مثلا هنا. هنا يمكن جا شي شويه بعيد التصوير، ولكن ماشي شي حاجه جديده، غندير فقط نزيد واحد جوج ديال لي بوطون. نزيدو هنا واحد الوريقات، بون بحال اللي شفتو هانتوما انا كنحاول نبتكر الرشمه ديالي ونعاودو نرجعو من بعد ما تنشف ليا الصباغه شي شويه. هنا من بعد ما خدمتها نشفتها واحد شي شويه، انا نشفتها غير بالسوشوال لضيق الوقت. دابا غادي ناخذ ان شاء الله اللون الاصفر ديالي، ها هو رقم 25985 من نوع ديال فابريك. هادي النوع ديال فابريك جديده، الفابريك الاولى الرقم ديالها هو راه نفس لا كولور من الرقم هنا عندنا 4414، فانا غنخدم بهادي لان هادي باقا عندي مسدوده، هانتوما بحال كتشوفوا باقي ما استعملتهاش، غادي نستعملوا هادي مادام باقي فيها شويه صباغه. فوالا، ثم غادي ندير القلب ديال الورده، يعني غندير هنا بهذه الطريقه هنا، هنا وهادي تشوف هنا مثلا هذا داك الداخل ديال الورده اللي كيكون فيه دوك الحبوب اللقاح. فوالا،
شللت البانسو ديالي، غادي ناخذ اللون الكرونا ها هو. هاد الكرونا عندي في الماركه ديال سو سوفت، وغادي ندير البلاصه اللي كتكون فونسي هنا. كنحاول البنات انني نجيب لكم شي حاجه اللي سهله. وفي نفس الوقت زوينه. نتمنى يكون التصوير واضح. هلا ساليت هنا بالكرونة ديالي، غنجمعو وغادي ناخد اللون الأحمر. ثم غادي نخدم الباقي. كنخدم و او ميم طون كندير التمازج ديال هاد الجوج ديال الالوان، ما نخليش اللون الكرونا بوحدو والاحمر بوحدو. كنزيد شويه الصباغه الا خفتوا البنات ما تزربوش، خدموا ورده بورده. هنا غنحاول نمسح البانسو ديالي من هذا الشيء اللي فيه زايد، وندمج هاد الالوان بجوج بهم، هاد الصفر مع هاد الاحمر. نشلي البانسو ديالي من اللون الاحمر، من اللون عفوا الصفر، وندوز للثانيه. غندير داكشي اللي درتو في هاد الورده ونرجعو مع بعضياتنا. هانتوما بحال اللي شفتو انا وصلت لهادي، ها هي
اهم حاجه هي ما تخافوش من البانسو، ما تخافوش من الصباغه. هلا في هذه المرحله غادي نرجع ناخذ البيض ديالي ونبدا ندير لي بيتال. بون نبدا بهاد الاولى هذه اللي خدمت، من الوسط كنحط انجر نرجع من الجهة الأخرى ملي كنوصلوا لهنا كنوليو نديروهم بالمقلوب. ونديروهم هكذا بواحد الشكل دائري. كتبقى لنا داك الوسطانيه كديروها مقاده. نجي لهاد البلاصه هادي وغادي ندير هكا هنا هنا انا كتعجبني بزاف هاد الورده. فوالا بحال اللي كتشوفوا غنرجع ندير هادي، ولكن نحاول ما نلقيش غادي نعاود به فقط بعض البيتالات، مثلا هذه تعطي واحد واحد اللمسه زوينه.
سوبكتيف دايما. Voilà. وهنا من بعد غادي ندير هنا دوك الحبوب ديال اللقاح بالاسود ولورانج اولا بالاسود وبالابيض. دابا غادي ندوز للوريقات ان شاء الله غادي نخدمهم غنخدمهم بالزرق. عندي ديغرادي ديال جوج الالوان شنو كنشوف دابا هنا كنشوف بلي عندي جوج ديال الورقات وحده فوق الاخرى هذه كامله وهذه ما كاملاش سو كي في غيكون الضو من هذا الجهه غادي نديرو باللون الباهت ومن النص غنطلع باللون الغامق. نفس الشيء هنا غيكون غالق يعني الفاتح غيكون عاطي وجهه لهنا. الخدمه فوق الاتواب المغلوقه شي شويه متعبه لا ميم شوز هنايا عندي هاد الجانب هو المضوي هذا البنات التوب ديال الريحانة لي فيديو اللي كنصور بالليل تيكونوا شويه حقيقه وليت كنعيا مابقاش نقدر على السهر بزاف ولكن هذا هو الوقت اللي كنقدر نسجل فيه الوقت اللي كيكونوا فيه وليداتي نعسو. فوالا هنا غادي ندير الفوق فوالا ندرس كل شيء. غادي نغسل البانسو ديالي دابا غادي ندوز ندير اللون المغلوق فابريك بلو مارين رقم 25994 من سيري جديدة. غادي نبدل البانسو ديت هذا بانسو بلان لا لي شيء فقط لان راه خا شي شويه تشنتف غيدبني غنطراسي النص
وغنطلع. وبحال اللي كنقول لكم كاع البلايص اللي غيكونوا مخشيين تحت الورده غيكونوا فونسي. هلا نفس الشيء هنا. فوالا انا غنطبق في الوريقات كاملين ونرجع مع بعضياتنا. وهنا من بعد ما درت الديك غادي يعني درت الزرق في الوريقات كاملين غادي نرجع ندير نضلل بالابيض في هاد الوريقات في هاد البلايص اللي فوق الشيبي. هلا غادي ندير الضو، عفوا ماشي نضلل، نضوي غنضوي بلا ما نوصل للجدر.